أجا أبي بن خلف مع عظام بالية ثم فتحها أمام النبي وقال: من يحيي العظام وهي رميم يا محمد؟ جاء ليستهزئ برسول الله والعياذ بالله. فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم قال له: أنت تبعث وتدخل النار. بشره بالنار ولم يسلم أبي. سبحان الله، لما واحد النبي أصدق الناس حبيب الله رسول الله يقول له أنت تبعث وتدخل النار، شو بده يكون حاله؟ وانقهر لما حكى له النبي هذا الكلام، انقهر، لأنه عارف أن النبي صادق، ترى شعر بذلك، شعر بصدق النبي، فاصفر لونه. فقال: إني قاتلك يا محمد. شوف، ما أسلم، ما أسلم. فقال له النبي: بل أنا قاتلك إن شاء الله. فتغير لونه زيادة. يعني إيش؟ يعرف أن النبي الصادق الأمين إذا قال فعل. فصار يتنحى إذا رأى النبي خشية أن يقتله، حتى جاءت غزوة أحد فصار يختبئ عن النبي، يختبئ عن النبي، فقالوا: ما لك تختبئ؟ الناس اللي معاه، قال: محمد قال إنه سيقتلني، وهو الصادق الأمين، عارف أنه صادق، قال: محمد يقول بأنه سيقتلني وهو الصادق الأمين. فقالوا: لا تلتفت إلى كلامي. قال: لا، هو قال سيقتلني فسيقتلني، عارف أن النبي صادق، لكن لا، معرفته أن النبي صادق من غير ما يدخل في الإسلام لا ينفعه، ما بكون آمن. فأمسك النبي برمح، لمحه من بعيد، فأمسك النبي برمح وضربه فخدشه، خدش، في بعض الروايات خدشه، فقال: قتلني محمد، قتلني محمد. قالوا: ما هو إلا خدش. قال: لا، هو قتلني. فمات من ضربة النبي، مات من ضربة النبي له.